المقادير كالتالي: كوبايتين عدس بجبه انا ناقعهم بقالي ساعتين علشان يستووا مع الرز في نفس الوقت، كوبايتين عدس بجبه، كوبايتين ميه، معلقتين زيت، بصله مفرومه، فص ثوم مفروم، ملح وفلفل، كوبايتين رز، كوبايه شعريه، 3 كوبايات ميه. الميه الاولانيه دي اللي كانت جنب العدس دي ميه نقع العدس، ملناش دعوه بيها، هنصفيها. معلقتين بعد 3 كوبايات الميه بتوع الرز، 3 معالق زيت، ملح وفلفل، مكرونه مشكله مسلوقه، حمص مسلوق. هنبتدي في الكشري، واحنا شغالين كده هنعمل التقليه، علشان التقليه علشان تطلع حلوه كده لازم تاخد وقتها كده في الزيت وما يكونش الزيت سخن. هوريكم ازاي تعملوها، هتعجبكم جدا ان شاء الله. شعريه في الزيت هنا، والزيت كده ايه درجه حرارته معقوله عشان اعرف احمص الشعريه حلو. العدس كان بيتنقع لمدة 2 ساعة في المية دي، طبعا المية كانت اكتر من كده شوية، بس العدس شرب شوية من المية وده كويس، فهو هيستوي في نفس الوقت اللي الرز هيستوي فيه، وده سبب النقع او ده هدف النقع، ان انا عايز العدس يستوي في نفس وقت تسوية الرز، فعشان كده نقعته. الشعرية هنا عايز احمصها، عايز لونها ذهبي فاتح، فهقعد اقلب فيها كده باستمرار لغاية ما توصل للون اللي انا عايزه. لو ما قعدتش اقلب كده فيها باستمرار هتبقى ملونه، يعني هتبقى واحده فاتحه والثانيه غامقه، وانا مش عايز ده يحصل، عشان كده انا مش سايبها، بقلبها على طول. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط البصل. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. الشعريه اتحمصت، بعد ما اتحمصت الشعريه حطيت البصل، حلو جدا. هعمل ايه؟ هنزل دلوقتي بالثوم هنا، وبعد ما بنزل بالثوم ما بسيبوش كتير، لان الثوم بسرعه بيطلع ريحته، وبسرعه لو سبته اكتر من كده كمان هيتحرق. هنزل دلوقتي بالرز هنا، وادي تقليبه. دلوقتي عايز احط بقى الملح والفلفل، هجيب معلقه بس. الملح، فلفل اسود، تقليبه، وبعدين هروح اصفي العدس. برجع لكم حالا دلوقتي. صفي بس العدس كويس. انا عايزكم بقى مش بس تصفوا العدس، عايزكم تغيروا ميه النقع بتاعته مره واحده على الاقل. الناس اللي العدس بيضايقها شويه في الهضم، لما تصفوا العدس، لما تنقعوه تصفوه مره كده وتغيروا ميته مره، هيبقى احسن شويه على معدتكم. هاجي هنا احط الميه، بس حلو قوي كده. هسيب بقى، خلينا نحط ده تحت، وهسيب بقى الكشري يتشرب، وبعدين هوطي عليه بعد ما يتشرب. يلا هقول لكم مقاديره: بصل متقطع جوليان، دول 4 بصلات صغيرين متوسطين الحجم يعني، مقطعينهم جوليان، معلقه دقيق، معلقه سكر، وزيت غزير للقلي. هعمل ايه؟ هجيب هنا كده البصل، وبعدين بإيدي هفرك البصل كده علشان أخليه كده إيه، شعر. لو أنتوا عندكم القلاية في البيت ليها درجات حرارة، خلوا درجة الحرارة 140. لو ما عندكوش درجات حرارة في القلاية مفيش مشكلة، سخنوا الزيت وبعدين وطوا عليه وسيبوه شوية لغاية ما يستهدى وهو متوطي عليه مش مطفي، وبعد كده حطوا عليه، حطوا على طول البصل. حطيت دلوقتي معلقه السكر، هدي تقليبه، بعدين معلقه الدقيق، وادي تقليبه. بصوا شكله في النهايه هيبقى عامل ازاي، زي ما انتم شايفينه كده. كميه الدقيق مش كبيره، كميه السكر مش كبيره، بس هتعمل فرق كبير. الزيت، عايز احمد يجيب لكم الزيت عشان تشوفوا درجه الحراره عامله ايه.
من خلال يلا شاطر. مقادير الصلصة: بصلة مفرومة، بصلة متوسطة الحجم مفرومة، معلقتين زيت، معلقتين معجون صلصة طماطم، وكوبايتين عصير طماطم، تكون طماطم فريش، فص ثوم مفروم، معلقة عسل اسود، وده هيدي طعم حلو جدا، هيدي تسكيرة وفي نفس الوقت هيدي نكهة مدخنة كده حلوة جدا. ربع كوباية خل، والخل مفيد او مش مفيد، الخل مناسب قوي لصلصة الكشري، بيديها طعم حلو جدا، وملح وفلفل. يلا نشوف هنعمل ايه. حطيت الحلة الصغيرة اللي هعمل فيها الصلصة على النار، وبعدين هاخد بقى معلقتين من الزيت اللي احنا قلنا عليهم في المقادير، حطهم هنا، سيبهم كده يسخنوا على مهلهم، حتة من البصل، اشوف الزيت سخن ولا لسه، يعني محتاج دقيقة كمان. بدأ يزقزق، يلا بينا. طيب وهو بيتشوح كده هعمل ايه؟ هجيب هنا كده التوم وانزل بيه هنا. وادي تقليبه لغايه ما اشم ريحه البصل والتوم مع بعض. بدات اشمها بس لسه التشويح ما شدش حيله. كده حلو جدا، شميت ريحه التوم مع البصل مع التشويحه وماشيه زي الفل. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاجي هنا هنزل بالعسل الاسود، عايز معلقه عسل اسود بس، كفايه قوي كده. هدي تقليبه اثناء التشويح. دلوقتي هحط معجون صلصه الطماطم. جربوا الطريقه دي وهتدعولي. ده معجون صلصه الطماطم، نقلب كده. دلوقتي هحط الملح والفلفل اللي انا محتاجه، ملح، فلفل اسود، وبعدين هحط صلصه الطماطم او هحط عصير الطماطم بقى. عايزين الصلصه تطلع حلوه، بعد ما تخلصوا الخطوه دي ادوا تقليبه وسيبوا الصلصه من غير ما تغطوها على النار لغايه ما بنقول كده ان الصلصه تجيب زيتها. يعني ايه؟ يعني لغايه ما تلاقوا شويه الزيت اللي كانوا موجودين اثناء تشويح البصل مع التوم طلعوا على الوش هنا. لما يطلعوا على الوش هنا دي علامه ان الصلصه كده اتسبكت وبقى طعمها حلو. هنعمل ايه بقى احنا دلوقتي؟ هنقلب كده البصل تقليبه محترمه ونسيبه يكمل اللون اللي احنا مستنيينه منه. نبص بصه كده على الكشري هنا، نفسه ماشي كويس جدا، تشرب وبيستوي وزي الفل. ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ هغطي على الكشري مره ثانيه. عايز التشويح تبقى درجة حرارته عالية، بالعكس هو اللي أنا ماشي فيه ده كويس جدا، درجة حرارة متوسطة من غير ما حاجة تلون. نجيب الشطة الباودر وانزل بيها هنا. وديها تقليبة، هي بتبقى حامية جدا، أنا حذرتكم. وهتتساب على النار. انا بس محتاج اشيل الصلصه. خلاص الصلصه عملت اللي انا طالبه منها وجابت الزيت بتاعها على السطح وتسبكت وبقت زي الفل، فطلعتها هنا بره. احمد هيجيبها لكم دلوقتي. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي بقلب الشطه الزيت على النار. الشطه دي بقى ليها
طريقه من الاثنين، يا اما ان هي بقى تتضرب بالهاند ميكسر دلوقتي، تتضرب كده في الخلاط او بالمضرب اليدوي، يا اما تتقدم زي ما هي كده. هجيبها برضو احطها هنا قدامكم اهي. طيب هاجي هنا هحط الخل. عارفين في كده صوص مشهور قوي للسلطات اسمه فينيجريت. الفينيجريت ده بيبقى اساسه زيت وخل. طبعا يتحط حاجات تانية كتير، ممكن تحط توم بقى، يتحط مستردة، بس هو اساسه زيت وخل. الدقه بتاعتنا على فكره شبه كده، بس هي فيها توم بقى وفيها رشه سكر صغيره، في ناس بتحط فيها فلفل حامي. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بالعسل، عسل النحل. عسل النحل ده بدل معلقه السكر، بدل ما احط معلقه سكر حطيت معلقه عسل نحل. حلو جدا. هاجي هنا بقى اجيب الخل وادي اخلط كده. دي دقه بسيطه بس طعمه جدا. هاخد بقى رشه صغيره من الفلفل الاسود واخد الملح واقلب بس كده، يبقى فرطه عشان هو اول ما يبرد هيبقى مقرمش، فمش هعرف افكه من بعضه كده، عشان كده انا بفكه دلوقتي بايدي كده وهو سخن. خلاص خلصنا الشطه، لسه هنحط المكرونه، لسه هنحط الحمص والدقه والتقليه والشطه، عندنا لسه ايه حاجات كتير. لما بتحطوا بقى مع الكشري كده اثناء التسويه، تشويحه البصل والثوم دي بتفرق جدا في طعمه. انا عارف ان احنا لسه هنحط صلصه وهنحط دقه، بس بتفرق في طعم الكشري نفسه، تديه طعم حلو جدا. حلاوه الكشري بقى ان انتوا ممكن تحطوا فيه بواقي المكرونه اللي موجوده عندكم، يعني تعالوا بقى كده ايه حطينا كده خلاص المكرونه. هاجي هنا هحط بقى الحمص. اغسل ايدينا بس. يلا بقى نحط الدقة، يلا نحط الصلصة، يلا نحط الشطة. وطبعا التقلية طبعا. هاجي هنا كده هقلب الدقة مرة أخيرة، وبعدين هاخد كده الدقة وأحاول بقى أوزعها كويس، يعني هحطها كده الأول فوق المكرونة، وبعدين شوية كده إيه حوالين المكرونة عند الحمص. ولا يهمك، إحنا بنحب الأكل، حتى لو حصل اي حاجه ولا يهمك. شويه كمان مش عايزين نبخل. حلو جدا. هاجي بقى دلوقتي هحط الصلصه. الصلصه هتشوفوا قد ايه مسبكه وقد ايه حلوه. التسبيكه بتاعتها باينه جدا، لو ما كانتش متسبكه حلو كانت هربت. يعني ايه هربت؟ ما كناش شفنا لونها ده.